سالت معالي رئيس الوزراء الدكتور رامي حمدالله وحضر اليوم ولن يهدأ لنا بال إلا بمحاسبة المجرمين عن هذا العمل العنصري والإجرامي. لا بد لهذا الاحتلال الظالم أن ينتهي، ولا بد للاستيطان أن يتوقف، ولا بد للعالم أن ينتصر بمعاناة شعبنا الفلسطيني وعذاباته. أدخلوا العرب واليهود إلى مسيرة من الدماء، إلى دوار من الدم. We come here to remove the bad impression that the Zionists make as Jewish are murderers, Jewish are killing Arabs. This is what we want to make, to remove this impression.